هاي للكل، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم راح يكون الفيديو جيت ان ريدي وذ مي. اكيد ما راح ننام بالميك اب ابدا، ما بننام بالميك اب، وانتم مش لازم ننظف البشره مظبوط ونعتني فيها. اول شيء راح اعمله راح استعمل وايبس، هدول اخذتهم من عند بي اس كوزمتكس اللي هي براند لبرايمارك. هن هدول مايسلر ووتر وايبس، راح استعملهم على كل بشرتي مثل ما شايفين بشيلوا الميك اب بطريقه كتير منيحه. راح ارجع استعمل هيدا الاي ميك اب ريموفر من نيتروجينا اويل فري، بس بذات الوقت بشيل الماسكارا والميك اب كتير منيح. حتى الماسكارا الووتر بروف اخر فتره عم استعمله كتير، عم بحبه، بشيل الميك اب بطريقة سريعة وكتير كتير بحبوا هيدا المنتج. بعدين رح استعمل من لوريال هيدا الغسول للبشرة، كتير بنعم البشرة وبنظف الوجه مظبوط. ورح استعمل معهم هودول البدائل الفوريو، عملت لكم فيديو سابق عن بدائل الفوريو، في وحدة ديوب لإلا وفي هيدي اللي بتجي هيك بس باد فيها بقلبها سيليكون ناعمين، هيدي كتير بحبها بعد أكتر من هيديك. فيكن تشوفوا الفيديو اللي عملته عن بدائل الفوريو. رح استعمل على نص وجه هيدي الديوب تبع فوريو والتانية السيليكون باد بس. ورح أول شي حط الغسول، وهيدي الميلة عم استعمل الماشين القريبة على الفوريو، فيها كمان فايبريشن نفس الشيء، بس انا بحب هيديك للصراحة اللي بالايد مثل ما شايفين سهل كتير، وتلاقوها بكتير محلات، بتلاقوها على الاونلاين. انا جايبتها من وايكون شي 2000 ليرة بس، وبتوصل لمحلات كتير وزوايا، فكتير كتير بحب هيدي، بتنظف البشرة مظبوط. هلأ رح غسل وجهي بالماي وارجع نشفه، بس ننشف وجهنا لازم على طول عمهلنا، ما نشد على بشرتنا كتير لان الشي بيأذي لنا بشرتنا. رح حط هلا هيدا كمان من عند بي اس كوزمتكس، هو مايسلر ووتر بس بالشاركو اللي هو الفحم، عم استعمله كالوشن بعد ما غسل وجهي. كتير بحبه هيدا كمان، بيعطي اضاءة للبشرة وبنظفها مظبوط. رح ارجع الرش على بشرتي هيدا المزهر، كتير بحبه، اخر فترة عم استعمل مزهر واوقات موارد، بس هيك بحب كتير ريحته، بريح البشرة وبيعطي كمان نضارة لانه فيه فيتامين سي. هون بعد ما نظفت البشرة مثل ما شايفين قدي صارت نظيفة وعم تلمع، بس هيدا الحبة الثقيلة طلعت لي. هلا عم استعمل هيدا السيروم، كان طلع لي من عند سيفورا، هو كوركتينج سيروم بيشتغل على مطرح ما في تصبغات بالبشرة، وانا عندي مثل ما شايفين بجبينة تصبغات وشوي على خدي، هيدا كله من الشمس لانه ما كنت استعمل بروتكشن، بس كنت روح اعمل برونزاج، فرح حطه على جبينة مطرح ما عندي تصبغات وشوي على خدودي. رح ارجع استعمل هيدا الهايلورونيك اسيد، اخدته من عند مارشالز، فيه فيتامين سي كمان، بيعطي ترطيب كتير للبشرة، وهو مثل الماي بفوت على داخل البشرة برطبها وبيعطي كمان نضارة كتير حلو للبشرة. وعطول خدوا وقتكم انتو عم تحطوا الكريمات، وما تنسوا رقبتكم اهم شي، وحاولوا اعملوا شوية مساج للبشرة بهالشكل لتحركوا الدورة الدموية، وهذا الشي بفيد كتير البشرة. رح استعمل كريم الليلة من نيتروجينا، هو هيدا ديب مويستشر، كتير عم بحبه اخر فترة، بيعطي ترطيب عالي وما بزيت على البشرة، وهيك بقوم الصبح بشرتي كتير مرتاحة ومضوية عليه، كتير بحبه. فكمان رح مده على كل بشرتي وعلى رقبتي، واعمل شوية مساج مثل ما شايفين بهيدي الحركات، يعني بس هيك بنشد البشرة، هذا الشيء بريح لنا بشرتنا وبشدها اكتر. رح استعمل لعيوني هيدا الاي كريم من كودالي، رح حط شوي، ومثل ما شايفين بهيدا الاصبع هو اخف ضربات على العين، والعين منطقة كتير حساسة، لازم عمهن نحط الكريم عليها بهالطريقة مثل ما شايفين بطريقة الطبطبة، وما نشد كتير حوالي العين. وكمان راح اعمل هيك مساج بطريقه الطبطبه، كمان بحرك الدوره الدمويه حوالي العين،
وبريح لنا كتير عيوننا. واخر شي راح تشوفوا كيف راح اعمل حركة دائرية واسحاب هالعين، هيدا كتير بتخلي العين مشدودة. هيدي الحركة عم بعملها رح تستغربوها، بس عم بستعمل مكبس رموش، هيدا الشي عم بخلي لرموشي عطول كيرلي. رح ارجع استعمل زيت الخروع، رح حطه على كوتون تيش، فيكن تستخدموه على ريشة ايلاينر اذا عندكن وحدة نظيفة، ورح حطه على جذور الرموش من فوق ومن تحت. هيدا كتير منيح زيت الخروع، صار لي فترة عم بستخدمه، بتحس رموشكن عن جد ببلشوا يطولوا ويعبوا، وكمان اكيد رح استخدمه على حواج، مثل ما بتعرفوا حواج بكتير خفاف. فينا هون ننتهي، بس انا بعد عندي شغلة، هي مية الشمندر. بعصر الشمندر وباخد ميته وبحطهم بالبراد. مية الشمندر فيها فيتامين سي، بتعطي اكلا ونضارة للبشرة مش طبيعية، وبذات الوقت رح تعطينا لون وردي لخدودنا كتير حلو. وهيدا الشي خاصة اللي عنده بشرة باهتة بيوعوا الصبح هيك كتير صفر، هيدا الشي رح يعطيكم لون حلو لبشرتكم، بتوعوا الصبح هيك خدودكم موردين، وبذات الوقت بتكونوا عم بتفيدوا بشرتكم لانه فيه فيتامين سي وكتير مفيد للبشرة. وفيكم تستخدموا الكوتون تيج بدل اصبعكم لحتى ما توصفوا مثلي. وعم بستعمل على شفافي اخر شي الفازلين، هيدا كمان كتير بحبه وكتير برطب الشفاف، اللي هيدا بيجي على روز بيعطي كمان لون للشفاف حلو. فهيدا هو كان العناية ببشرتي، بتمنى تكونوا حبيتوا واستفدتوا من اي شي او تعلمتوا اي شي جديد مني. هاي الخطوات اكيد مش كلها بعملها كل يوم، بس اكتريتها اهم شي نظف بشرتي واستعمل مرطب لبشرتي لحتى تحافظوا عليها. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، ما تنسوا تعملوا شير ولايك، وانا بشوفكم بفيديو جديد وبحبكم كتير. باي باي.